بسبب عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية تم رصد حالات قائمة. نقلت العدوى كما ذكر في الأيام طبعا سارة إلى زملائها في العمل وكذلك إلى أسرها من كبار سن وأطفال، وامتدت لمخالطين مخالطين مخالطين كذلك، وتسبب في تعرض عائلات أخرى للفيروس. احنا معدل الانتشار اللي احنا قاعد نتكلم عنه إذا كان بينتقل عامة من شخص إلى شخص على قدر هذا الشخص ومسؤوليته بالالتزام بالتقيد بالتباعد الاجتماعي والتزامه عن الحركة والتزامه بلبس الماسك أو غسل اليدين أو غيره، هذه المسؤولية ترتقى على شخص عامة واحد. للأسف يعني كانت في هناك بعض الحالات اللي صار فيها عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، لذلك قد يكون لها أثرها طبعا أكيد على الحالات. ارتفاع عدد الحالات القائمة من المخالطين وأكد عليها طبعا يدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية. نشدد دائما على ضرورة التقيد التام بكافة التعليمات في شهر رمضان. شهر رمضان شهر مبارك، واعتقد انه فرصة، وفرصة رمضان عامة اذا احنا عندنا التزام بالصيام والتزام ما شاء الله بالصلاة والتزام بعباداتنا والتزام بتواصلنا غير جسدي ولكن تواصلنا عامة بارحامنا بالطرق اللي موجودة والتقنيات الموجودة فيها، اعتقد ان هذا الشهر هو فرصة كذلك لالتزام الجميع بما قدمت البلد والحكومة عامة والفريق الطبي. مساندة الجميع وتعاونهم هو أمر ضروري جدا، ولعله ينحط في أولى أولويات يعني قائمة خلينا نقول الإنجازات في هذا الشهر المبارك.